معانا على تليفون استاذ محمد حرفوش وهو منسق سباق الحمام الزاجل. استاذ محمد صباح الخير. صباح النور. صباح الخير على اسره القناه كلها. صباح الخير يا اهلا بحضرتك. عايزين نعرف منك ازاي بتنظم لهذه المسابقه وايه كمان العوامل اللي على اساسها بتحدد اختيار المحافظات اللي هتتم فيها هذه المسابقه؟ والله حضرتك ده هي هوايه جميله اولا، وبعدين هي بالنسبه للهوايه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بقى، مش كفر ذات ولا طنطا ولا الغربيه، لا هي منتشره على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فاحنا عندنا مسابقات بتتنظم مرتين في السنه في فصل الشتاء. احنا بنسابقه من ناحيه بما اننا في وسط الدلتا يعني وكده، فاحنا بنسابقه من طريق اسوان. بيبقى فيها تقريبا 10 مسابقات، بتبدا مثلا من مغاغه، المنيا، بيروت، ابو تيك، سواج، لحد اسوان. بتنتهي باسوان اللي هي اكبر مسافه بالنسبه لنا، حوالي 800 كيلو. بس هي 800 كيلو بقى بتبقى حضرتك في وش الهواء، في وش الطير، فبتبقى من اصعب المسابقات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، يعني من اصعب المسابقات في العالم هي مسابقه اسوان. انما واحنا بنرمي الناحيه الثانيه بقى مسابقات سهله شويه من ناحيه السلوم، فبتبقى سهله. انا حضرتك الصوره اللي موجوده دلوقتي اتجاه الرياح. اتجاه الرياح بيبقى التيل وينت او الهدوء. حضرتك ده بتاع الطب البيطري. طبعا احنا بنصبه تحت اشرافه، هو بيجي بيكشف الحمام، بيشوف الحمام يعني صحيا كويس عشان ما ينقلش امراض وكده. ودي الساعه اليدويه اللي حضرتك قصادها ديت، دي اللي بتثبت الوقت اللي الحمام بيجي فيه. ساعه ما الحمامه بتيجي في البيت عند حضرتك عشان نعرف مين اللي كذب، فديت بتبقى في دبل كاوتش كده بيبقى عليها رقم سري. اول ما الحمامه بتيجي بتاخد الدبل كاوتش بتحطها في الساعه، تثبت الوقت بالظبط اللي الحمامه جت فيه. دي ساعات الكمبيوتر بيبقى فيه الحمامه برضه بيبقى فيها دبله ممغنطه بتسجل بالظبط ساعه وصول الحمامه بالظبط. فهي مسابقات جميله وبتلهي الشباب عن حاجات كتيره وحشه، واحنا بنساعد الشباب كلهم ان هم يشتركوا في مسابقه الحمام الزاجل على اساس ان تبقى مسابقات جميله. عظيم. يعني طبعا. طيب استاذ محمد، يعني الحقيقه احنا سمعنا في التقرير انه بيتم متابعه الحمام عن طريق الجي بي اس، فعايزين نعرف من حضرتك يا فندم، يعني هل في حاجه معينه بتعلق في ارجل الحمامه مثلا عشان نقدر نحدد طريقها؟ حضرتك بيركب في دبله ممغنطه بتركب في رجل الحمام، غير في الرجل الثانيه بيبقى لها دبله بتركب فيها واللي لسه صغيره، بيبقى عامله زي رقم العربيه، ما بتتغيرش من رجليها الا لما المغزى تموت يعني. فديت بتحطهم على الكمبيوتر الاثنين مع بعض، واول ما الحمامه الساعه اللي قصاد حضرتك دلوقتي دي على الشاشه دي ساعه كمبيوتر، اول ما الحمامه بتيجي بتتسجل في الثانيه اللي جت فيها بالظبط، على اساس ان احنا بنحسب المسافه على الزمن بتديني السرعه دي، حسابات رياضيه يعني. فبنشوف مين اكبر واحد كسب في المحافظات، لان طبعا انت عندك محافظه الغربيه، محافظه المنوفيه، محافظه الشرقيه، ففي المسافات متفاوته، فعشان نعرف لازم نحسب المسافه على الزمن يديني السرعه عشان نشوف مين اسرع حمامه جت في الـ في الـ في السباق، وبعد كده ايه هو ده اللي بيكسب الكاس او بيكسب الشهاده. يعني كلها يعملوا حاجات عينيه مش حاجات ماديه. تمام. طيب كفر الذيات متهيألي متخصصه او متميزه قوي بهذا النوع من السباقات في اللونج بالذات في السباقات الطويله. طيب ده عظيم. هل احنا بنشارك في سباقات دوليه بره مصر؟ يعني انا كنت قريت ان الصين لما بتعمل سباقات زي دي اللي بيربوا الحمام هناك بيكسبوا ملايين الدولارات. حضرتك احنا بالنسبه لنا هنا عندنا الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل الاستاذ احمد خليفه، وطبعا بس كان الاتحاد بتاعنا موقوف بقاله فتره بسبب انفلونزا الطيور، ولسه راجع بقاله سنتين، فاحنا كنا بنسابقه طبعا تبع بلجيكا وتبع هولندا، بس حاليا دلوقتي لسه بدانا نشترك وبقى لنا سنه دلوقتي وشويه، فان شاء الله من بدايه السنه الجديده ادي احتمالات نبعت حمام من عندنا يروح يشارك في هولندا وفي بلجيكا باذن الله. عظيم. كل شكر لحضرتك استاذ محمد حرفوش منسق حبيبي تحت امرك، وانا بشكرك على خير يا مصر ومتشكرين قوي. اشكرك شكرا جزيلا.